نفذ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان استطلاعا للرأي العام الفلسطيني في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة خلال الفترة الواقعة ما بين 16 و25 من أيلول سبتمبر 2023 بغرض رصد التغير في انطباعات المواطنين ووعيهم حول واقع الفساد ومكافحته. تعتبر أغلبية واسعة من المواطنين أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد غير كافية، حيث بلغت نسبتهم 87%، كما أن هناك حوالي نصف المواطنين غير مقتنعين بفاعلية وكفاية جهود الجهات المكلفة بمكافحة الفساد. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الذين يعتقدون باستقلالية تلك الجهات إلى الضعف في العام 2022 و2023 على التوالي مقارنة بنتائج الاستطلاعات في السنوات الخمس الماضية، إلا أن 46% من المواطنين غير مقتنعين بفاعلية وكفاية تلك الجهود، وما زالوا يشككون باستقلاليتها، ويعتقدون بوجود تدخلات من قبل الأطراف السياسية المتنفذة في أعمالها، وخاصة مكتب الرئيس، حيث بلغت نسبة من يرون أنه الأكثر تدخلاً إلى 24% مقارنة مع 17% في استطلاع العام الماضي. ويرى المواطنون أن أهم الأسباب التي أدت إلى إعاقة جهود مكافحة الفساد هي 1- ضعف الإرادة السياسية في مساءلة ومحاسبة الفاسدين، 2- ضعف الشفافية في إدارة مؤسسات الدولة، 3- العقوبات التي تطبق على مرتكبي جرائم الفساد غير رادعة، 4- افتقاد القدوة في التزام المسؤولين بقيم النزاهة والمحافظة على الموارد والمصلحة العامة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف ثقة المواطنين بالجهات المسؤولة عن متابعة قضايا الفساد.